السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. فيديو النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنتكلم فيه عن أفضل طريقتين فعالين جدا لمذاكرة البرمجة. خلينا قبل ما نتكلم عن الطريقتين نتكلم الأول عن إيه المشكلة اللي هتيجي لو أنت معرفتش تذاكر برمجة كويس. لو إحنا افترضنا مثلا إن في كورس أنت بتذاكر كورس مثلا معين سواء ليا أو لأي شخص تاني، والكورس ده فيه 100 معلومة، فلو انت ذاكرت بالطريقه التقليديه العاديه واللي انا هحكيها لك دلوقتي واقول لك المشاكل بتاعتها، فانت كده هتحصل حوالي 30 35 معلومه بس من 100 معلومه اللي موجودين. فده يخليك مع الوقت انت كده الكورس انت ما استفدتش منه استفاده كامله، ما استفدتش حتى من نص المعلومات اللي موجوده في الكورس ده بسبب طريقه مذاكرتك الغلط، واللي احنا حاليا هنوضحها ونتكلم ليه هي غلط. طيب تعال الاول نتكلم ان انت حاليا لو انت بدات انك تذاكر بطريقة فعالة، فالمية معلومة دول انت هتعرف تحصل منهم على 80 او 85 معلومة، وده كويس جدا لان انت كده كل كورس هتذاكره هتحس بمستوى او بالمحتوى الجديد اللي هو ضافه لك للمعلومات اللي عندك. انت ذات نفسك هتحس فعلا بان الكورس فهمك اكتر، انت استفدت فعلا من الكورس، مش هتحس ان لا الموضوع ما كانش قوي. طيب تعال كده نتكلم عن الطرق التقليدية لمذاكرة البرمجة، وبعد كده نبدأ نبص على الطريقتين بتوعنا. الطريقة العادية خالص ان انت مثلا تجيب فيديو، لو افترضنا مثلا ان ده الفيديو اللي بيشرح ده فيديو مثلا اول، وتبدأ تسمع الفيديو، وبعد كده مثلا ده مثلا حد بيشرح عنه، فتبدأ انت تمشي وراه تسمع الكلام، وبعد كده مثلا اول ما يظهر كود معين لكده تقوم انت موقف الكود، وبعد كده تفتح مثلا السبلايم وتبدأ مثلا تكتب تعرف مثلا الفانكشن وتبدأ شغال، وتحاول بقى تنقل اللي موجود ده زيه بالظبط كده نفس الكلام وكده. تمام، طب ايه المشكلة؟ لا ده مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان انت كان كل تركيزك انك تنقل، انك تيجي في السبلايم هنا او في الايديتور بتاعك تكتب كود زي ما انا كنت كاتبه في الفيديو او زي ما غيري كان كاتبه في الفيديو اللي هو زي موجود في الفيديو، لكن انت مركزتش الفيديو بيقول احنا اصلا هنقول الكلام ده ليه. احنا اصلا بنكتب مثلا هنا فورمز دوت موديل فورم ليه، ليه احنا هنا بنكتب مثلا كونتنت بتسوجز، ليه احنا بنكتب كلاس ميتا، انت ما استفدتش المعلومات دي اتكتبت ليه. انت كان كل غرضك انك تكتبها في الايديتور بتاعك زي ما هي اتكتبت، وبعد ما انت بتكتبها وتلاقي اشتغلت معاك تبدا انت ايه تراجع كده وتبص ومش عارف ايه. لا كده انت ما استفدتش من الشرح، انت كده نقلت الكود لكن ما ركزتش قوي في المعلومات. طيب تعالى نتكلم ان انت كده انت حاليا لما تيجي بقى تخلص الكورس بالطريقه دي وتيجي انت تبدا تطبق، بتلاقي المشكله فين؟ بتلاقي المشكله ان انت لما جيت تسمع الفيديو من الاول انت ما سمعتش، كان كل تركيزك انك تنقل الكلام، فانت حاليا لما كتبت الكود انت نسيته لان عينيك او ذاكرتك مش هتحفظ الصوره بسرعه، بعكس لو انت كنت فاهم. فلو انت كنت فاهم كنت هتبدا تفكر وتبدا الدنيا تمشي، لان البرمجه مش علم مبني على انك تحفظ، لا مبني تماما على انك تكون فاهم وتعرف الدنيا جت ازاي وتعرف انت تركب حاجتك مع بعض. طيب الطريقه الكويسه ازاي؟ الطريقه الكويسه البسيطه خالص ان انت تبدا مثلا تسمع الفيديو، الفيديو ده الراجل ده بيشرح فيه مبدا معين، تبدا تسمع المبدا ده بيشرح لحد الاخر، لحد ما انت تخلص الفيديو العشر دقايق دول بالكامل اللي هو لحد جه الاخر خالص. كده انا عملت ايه؟ كده انا سمعت وكان كل تركيزي ان انا افهم ازاي المعلومه تمت وازاي الدنيا مشت وازاي الدنيا كانت واضحه والموضوع براحتي خالص. تبقى انا مشيت في الفيديو لحد الاخر لحد ما اتعلمت كل اللي انا عاوزه. طب وبعدين ابدا وانا واقف هنا ارجع الفيديو تاني واجيب الحتت اللي فيها كود واروح انقل الكود من وراه اكتبه انا وتسته. يبقى انا اول مره سمعته وفهمته وبعد كده على السريع جبت الاماكن اللي فيها السنيبتس بتاع الكود او الحتت بتاع الكود وكتبتها انا من وراه على السريع وطبقت، او وانا بطبق معاه من اول افهم كل جزء كويس. انا مثلا شغال في ملف المودلز فيبدا يشتغل في المودلز كويس جدا 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 لحد ما افهمه، ولما يجي يتنقل في ملف تاني زي ده اقوم اروح انا كاتب الكود اللي قبله. يبقى بحساب ان كل معلومه بتتكتب انا لازم اسمعها وافهمها كويس وبعد كده اعمل ايه؟ وبعد كده اروح اطبقها. يبقى انت لازم تسمع وتفهم كويس وبعد كده تطبق، سواء انت بقى وهو بيشرح سواء الفيديو فيه شرح توقف بعد كل جزئيه وتطبقها، او تسمع الفيديو لاخره وبعد كده ترجع للحاجات اللي فيها سنيبتس من الكود وتكتبه عندك. دي اول طريقه خالص ان انت انا بسميها ستادي فروم ذا سكند تايم، انت بتذاكر من المره الثانيه. ليه؟ لان انت حاليا اول مره بيبقى كل تركيزك على الفهم، الثانيه مره بيبقى انت كل تركيزك على انك تكون فاهم الموضوع ماشي ازاي، يعني انت بقى تبدا تطبق وتتاكد ان الكود فعلا شغال عندك كويس. طيب الطريقه الثانيه هي طريقه السكرين شوت، طريقه ظريفه جدا هشرحها لك دلوقتي. الموضوع ببساطه خالص، لو افترضنا مثلا ان انا بذاكر من الفيديو ده تمام، بس انا الفكره في ايه؟ انا عندي معرفه شويه مثلا مثلا لو افترضنا ان الكورس ده مثلا ده فيديو من كورس بيشرح جانجو، فمثلا انا عندي معرفه شويه بجانجو، فالراجل لما بيجي يشرح ال 10 دقائق دول انا عارف منهم معلومات. تمام، الطريقه الثانيه دي تنفع لو انت عندك شويه معلومات بس بتحسن مستواك من كورسات.
في وقتها ايه، مش محتاج بقى تقعد كل شويه تسمع وتدور وتطبق، لا انت مثلا الراجل بيشرح، فاجي اشرح انا مثلا ازاي نعمل تيست كيس للفورم، فابدا انا ماشي وراه لحد ما يعمل التيست كيس ويطبقها والدنيا اشتغلت تمام، اه والدنيا حلوه كويسه واتطبقت، او ما انا اعمل ايه بقى ايه، او ما انا اقوم جاي البرنامج اللي عندي ايا كان البرنامج، واقوم راح انا واخد سكرين شوت للكود ده كده. ليه؟ اصل ده الحته ده الكود اللي فيه معلومه زياده بالنسبه لي، لكن الباقي كنت انا عارفه، واقوم جاي واقوم انا جاي على جهازي انا مثلا في اي فولدر عندي، مثلا في فولدر مثلا البوف، اكريت انا فولدر واسميه مثلا ستادي، دي خاص بالمذاكره، وكريت انا مثلا جواه فولدر واسميه جانجو عشان لو انا بذاكر حاجات تانية. انا فعليا عامل كده، وباجي هنا اسميه اقوم قايل مثلا واحد اللي هو ده اول صوره، واقوم قايل الفورم تيست كيس، ان انا ده انا بعمل تيست الفورم، واقوم راح مسيف. ده السكرين شوت عندي، دي ايه؟ دي المعلومه الجديده. يبقى انا دلوقتي اما باجي اذاكر كورس، الكورس ده فيه 100 معلومه، ال 100 معلومه دول انا عارف منهم مثلا 20، او انا عارف 30، او انا عارف 40، والباقي اخدهم سكرين شوتس للشرح للجزء دي، شرح الجزء دي. وبعد لما بخلص خالص بيبقى معايا انا الفولدر، الفولدر ده فيه ايه؟ فيه كل السكرين شوتس اللي انا محتاجها. يعني مثلا اروح دلوقتي للبوث وللاستادي، هلاقي الفولدر هون ولا السكرين شوت، يبقى انا عارف ان السكرين شوت ده لما اجي افتحها اه ده دي كان شرح للتيست كيس الفلانيه، الدنيا واضحه ازاي. كذلك لو انا بذاكر من مرجع، يعني مثلا ده مرجع اهو بيتكلم مثلا عن ايه، عن ديلينج وذ سايد افكتس ان ديكريتورز، الحاجات العيوب اللي ممكن تظهر لو انت بتستخدم الديكريتورز، فهي تنزل كده هتلاقي شرح للحته ده بيتكلم عن هاندلنج السايد افكت، ازاي تتعامل مع السايد افكتس. فده الكود كويس بقى، انا عامل ايه، وانا جاي واخد سكرين شوت من هنا او اي برنامج عندك، وانا اخد سكرين شوت للحته دي كده بالجزء بتاعتها، واقوم رايح مسيف، واقوم راح عامل لها ايه، مش في جانجو بقى، عامل لها فولدر جديد اسميه مثلا بايثون كلين كود، والمرجع ده بيتكلم عن كلين كود في بايثون، واقوم انا ايه مسمي الصوره يوم اسميها واحد، واقوم كاتب ديكوريتور سايد افكتس بس. فيبقى انا ايه كل جزء انا بذاكره، سواء كان الجزء ده موجود في فيديو او سواء كان الجزء ده موجود في مرجع، انا بيسيبه عندي في سكرين شوتس. طب وبعدين؟ ان انا دلوقتي لما بخلص المرجع بتاع الكلين كود، انا خلصت المرجع كله وجمعت كل السكرين شوتس، بقوم انا حاططهم كلهم في ملف بي دي اف، يبقى عاملين مثلا 30 صفحه او 25 صفحه او 40 صفحه، دول المعلومات الجديده، ده اللي انا ما كنتش عارفه، ده اللي انا كنت بذاكر الكورس عشانه علشان خاطر احسن مستواي، يبقى دول كده ده اللي انا محتاج مره ثانيه ابدا ابص عليه وابدا استخدمه في الكود بتاعي وابدا استخدمه وانا بطبق. وضحت الفكره؟ يبقى انا عندي الطريقه الاولانيه ان انا لو انا بذاكر الحاجه دي الاول مره خالص، فلازم الاول اركز على الكلام اللي اتقال، وليه انا استخدمت الحاجه دي، وليه انا طبقتها، وكل ده براحتي خالص وانا بسمع الفيديو، ان انا الاول اسمع الشرح وبعد كده اطبق، اسمع الشرح ولما اخلص الجزء ده اروح اطبقه عشان تبقى كل حاجه واضحه. الطريقه الثانيه لو انا بذاكر حاجه وانا عندي فهم معرفه حتى لو بسيطه، فبستخدم طريقه السكرين شوتس، ان انا دلوقتي مثلا بذاكر من الفيديو جت حته معينه او واخدها سكرين، لو انا بذاكر من مرجع جه جزء معين مفيد او راح واخده سكرين، وبعد كده ايه كل سكرين لها الاسم بتاعها عشان تبقى معروفه، وبعد كده اجمعهم كلهم، يا اما اسيبهم صور وابقى انا عارف الحته اللي انا عاوزها، يا اما اقوم رايح حاططهم في ملف بي دي اف ويبقى خاص بالمرجع ده. يعني مثلا ده مرجع اسمه بايثون كلين كود، يبقى ده اعمله مثلا في ملف 20 صوره او 20 صفحه فيهم ال 20 صوره، وابقى انا اذاكره، دي المعلومات الجديده، ده اللي كان ناقصني من المرجع ده، او ده اللي كان ناقصني من الكورس ده. يبقى انت كده كل مثلا كورس تذاكره تجمع معلومات، كل كورس تذاكره تجمع معلومات، يبقى انت عندك ايه؟ يبقى انت عندك تلخيص للجزئيه دي، يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل والموضوع بالنسبه لك ممتع. ولو انت عاوز ترجع لحاجه انت كنت عارف ان انت قراتها في المرجع ده، مش لازم ترجع للكورس او مش لازم ترجع من المرجع وتدور فيه، لا انت ترجع بقى للملف اللي انت عامله اللي هو التلخيص، تبص على الحاجات اللي ناقصاك بس. الطريقتين دول فعالين جدا جدا جدا، وانا بستخدمهم دلوقتي بقى لي اكتر من 8 سنين. الطريقه الاولانيه دي فعاله كتيره جدا معايا لاي مجال انا بدخله جديد، يعني مثلا لو انا بادئ مثلا مجال الاي اي بادئ جديد، فكل حاجه معلومات جديده بالنسبه لي، فبركز دايما جدا في اللي بيتقال وبركز دايما في كل معلومه وكده. لكن لو انا ذاكرت كورس في الذكاء الصناعي وبادئ في الكورس الثاني، فانا بيبقى عندي مبادئ وببقى عارف شويه معلومات، فوقتها لما باجي اذاكر بستخدم السكرين شوتس، كل كورس يجي اخد سكرين شوتس سكرين شوتس سكرين شوتس. ليه؟ لان دي الحاجات اللي ناقصاني، بس انا كده بكمل الجزء اللي ناقصني، فانا كل كورس اذاكره في الاي اي اخد السكرين شوتس بتاعته. يبقى انا معايا مثلا حوالي 100 ورقه فيهم ال 100 معلومه، يعني ملف بي دي اف او خمس ست ملفات بي دي اف، كل واحده فيها 15 20 صفحه خاصين بكورس معين، فيهم ال 100 معلومه اللي ناقصني اللي انا محتاج اخدهم عشان ابقى انا كده جمعت كل المعلومات اللي انا عارفها في الخمس ست مراجع او الخمس ست كورسات اللي انا ذاكرتهم. تمام؟ الطريقتين انا مش جايبهم من كتب او جايبهم من اي مكان، هم طريقتين شخصيين بالنسبه لي وانا بستخدمهم في حياتي العمليه، وانا ريكومند بيهم جدا. والطلب الوحيد ان انت لو انت مش مستخدم اي واحده منهم استخدمها في حاجه، يعني انت مثلا لو بتذاكر كورس ليا او كورس لغيري،
وانت فاهم شويه في الموضوع، استخدم كده السكرين شوتس، ابدا كده خد صور للموضوع وسميها، وبص كده بعد الكورس هتلاقي معاك 10 15 صوره، هتلاقي فيهم كل اللي انت محتاجه. ده الجديد، ده اللي انا ممكن مثلا بعد اسبوع اقعد ابص عليهم تاني، يبقى انا كده عندي دول. لو انت بتذاكر حاجه وصعبه معاك ومش حاسس ان انت الموضوع صعب، جرب كده تذاكرها فروم ذا سكند تايم، انك تسمعها الاول وتفهمها وبعد كده تطبقها، هتلاقي الموضوع بقى واضح معاك جدا والموضوع بقى سهل جدا. تمام، بالتوفيق لكل الناس، واتمنى الحاجات دي تساعدك. هي حاجات هي بتساعدني جدا، وانا شايف ناس كتير عندها مشاكل في موضوع المذاكره ده، فحبيت اشاركهم معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين الفيديوهات الجايه. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.